السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. الفيديوهات السابقة في قناة نبات الزراعية أعتقد ما راح نقدر ننقلها، لذلك راح نبدأ نعيد الفيديوهات بشكل مرتب أكثر في قناتنا الجديدة، قناة مواشي. الفكرة راح نتكلم اليوم عن إعداد المراح بشكل جيد، يعني أنت شخص بدأت في تربية الأغنام وترغب أنك تعد لك مراح بشكل مناسب، راح نتكلم عن هذا. أولا الموقع الرئيسي اللي هو موقع التزاوج، تمام، وهو الحوش اللي مفترض أنه يكون أكبر حوش عندك واللي موجود فيه الفحل الرئيسي للأغنام. يعني الفحل اللي عندنا هناك عتريس هذا الأبيض هو فحل المراح هذا، وبما أنه أنا عندي عدة أنواع فلذلك عندي نفس المراح هذا تقريبا 4، يعني كل فحل من الفحول اللي عندي ماسك له مراح خاص. لكن إذا عندك فحل واحد ففيه عندك الموقع الأول مثل هذا رقم 5 مثلا، يكون عندك رقم 1 ويكون هذا موقع التزاوج الرئيسي، تمام، اللي فيه الفحل والأمهات اللي موجودة معاه. هذه الخطوة رقم 1، يعني لابد أن يكون عندك مثل هذا المراح. رقم 2 راح ننتقل إلى فكرة يعني نوعا ما البعض يفضلها، اللي هي مراح الأمهات اللي يسمونها الدفيع اللي أوشكت على الولادة. يعني مثلا عندي الأم هذه قربت من الولادة، يفترض أنها ما تبقى مع الأمهات اللي هنا من أجل عمليات النطح، ممكن يلحقها ضرر، لذلك مثل هذه مثلا بما أنها دفيع يفترض أنها تعزل وتروح لمراح الأمهات. هذا أيضا مراح ثاني للتزاوج، تمام، يعني الفحل اللي هناك يختلف عن مواصفات الفحل اللي هنا، لذلك كان عندي مراحين وثلاثة وأربعة للتزاوج. ليش؟ لأنه الفحول تتغير، لكن زي ما قلنا إذا عندك مراح واحد فقط إذا حوش التزاوج أو مراح التزاوج يكون واحد. هذا المراح رقم 2 للتزاوج، والآن راح نشوف المراح رقم 3. هذا المراح الثالث للتزاوج، وقدر الإمكان لابد أن يكون فيه نوعا ما من الفسحة، يعني تمام ما يكونون الأغنام مزدحمين فيه، يكون عندهم مجال. يعني هذا تقريبا يبدون أنه 10 في 10 أو شيء من هذا تقريبا، بالإضافة إلى الغرفة الداخلية. أوقات الصيف الجدران هذه ليس لها ضرورة، يفترض أنها شبوك من أجل أنه الهواء يدخل. المظلة هي المهمة فقط، أنه أيضا تكون من الجهة إما الغربية أو الجهة الشمالية قدر الإمكان. البعض ممكن أنه يضعها كيف ما اتفق، لكن حقيقة إذا كانت الشمس في بعد العصر أو بعد الظهر راح تجي على الأغنام ترى مشكلة. طيب هذا المراح رقم 3. تلاحظون أنه الغرفة اللي هنا احنا كلنا نستفيد منها أحيانا للمواليد، نقفل عليها من هنا ويكون هنا المواليد تقريبا 3 في 2.5 أو شيء من هذا القبيل. أستاذ جرانديزر مساء الورد، أيضا توزيع المعالف وهذه راح نتكلم فيها فيما بعد. قلنا أنه الرقم 1 اللي هو مراح التزاوج، ورقم 2 اللي هو مراح تعزل فيه الأمهات اللي قريبة للولادة اللي تسمى الدفيع أو بأي مصطلح إن كان. ما شاء الله جميع الأمهات هذولا أوشكوا على الولادة وحملهم بين، ما شاء الله تشوفون هذه وهذه أيضا ما شاء الله، يعني حملهم بين واقتربوا من الولادة 15 يوم 20 يوم تقريبا، ممكن نجد أنه مجموعة منهم عندهم مواليد، لذلك نبدأ نعزلهم ونكثف لهم الطعام، تمام، أيضا فيتامينات تكثف لهم سواء الأملاح اللي في الجدران هذه أو اللي توضع في الماء على هيئة بودر أو على هيئة سوائل. أيضا المكان يكون نوعا ما شرح، يعني ما يكون
انهم مضغوطين فيه يستطيعون يتنقلون، بالاضافه الى غرفه المظله اللي يستظلون فيها. طيب الخطوه رقم 3 انه هذه الامهات راح تنجب باذن الله سبحانه وتعالى، ممكن تجيب 1، ممكن تجيب 2، ممكن تجيب 3، كله بركة من ربنا الرحمن. بعد ما تلد هذه على طول راح يفتح الباب هذا وننتقل إلى قسم المواليد، راح نشوفه الآن. القسم الثالث اللي هو قسم المواليد، المبروكين هذول ما شاء الله. أول ما تلد عندك الماعز أو الضان أيا كان نوعها، عندنا غرف الحجر الصغيرة 1، 2، 3 طبعا على حسب الأعداد اللي موجودة عندك. مواصفات الغرفة أو مواصفات الحجر تقريبا 2 في 2 كافي، يعني 2 متر في 2 متر يكفي، أكثر من كذا مش ضروري يعني، لأنها لن تبقى فيها إلا ما يقارب من 5 أيام إلى أسبوع. بعد كذا راح يخرجون إلى الساحة اللي موجودة هنا زي ما هو حاصل أمامكم الآن. الصغار ما يخرجون في الشمس لأنه خروجهم في الشمس وبقائهم تحت أشعة الشمس لفترة طويلة الحليب اللي في بطنهم راح يبدأ يتجبن، يتحول إلى زي الجبن، قطع زي الجبن تؤثر على عملية الإخراج عند الماعز، تسبب لهم سدد ولذلك تؤدي إلى النفوق، وهذه مشكلة عند المربين. أيضا من الأشياء اللي وقعنا فيها مثل هذا. إذا رقم 3 اللي هو موقع المواليد، بعد ما يتم أسبوع هنا خلاص يخرج المولود، يصبح هنا الأم تخرج أيضا في الساحة اللي برا. متى تتم الرضاعة؟ الرضاعة مرة واحدة بعد صلاة الفجر يعني أو الصباح الباكر، يتم رضاعة الصغار. بعد كذا يفصلون عن الأمهات، الأمهات يكونون في الشبك الخارجي هناك تمام، والصغار يبقون هنا. بعد صلاة العصر أو قبل المغرب بشيء بسيط، ساعة تقريبا أو ساعة ونص، نحضر الأمهات وندخلهم على الصغار أو نخرج الصغار للأمهات من أجل الرضاعة. طبعا المواليد اللي هنا راح تقولون وين أمهاتهم؟ أمهاتهم تم إخراجهم لأنهم تجاوزوا الشهر. الآن جميع المواليد اللي هنا الغالب أنهم تجاوزوا الشهر، ما عدا الحمر الصغار الاثنين هذولا تقريبا عمرهم 15 يوم، هذا واحد وهذا أخوه الثاني، هذول أمهم تجاوزت 15 يوم. لكن أيضا حطيناها مع الأمهات اللي برا هنا عند عتريس. إذا هذا الموقع رقم 3. الموقع رقم 4 اللي لابد أن يكون عندك في المراح اللي هو مكان التسمين تمام. يعني غالبا الأمهات يعني هذولا كلهم إناث، فأنا أتوسم فيهم يعني اللي أشوف أنها مناسبة أنها تصبح أم عندي في المراح أبقيها في المراح رقم 4 تمام، وأبدأ أكثف لها الطعام وأخليها تأكل بشكل جيد لحد ما توصل تقريبا 9 أشهر إلى سنة، وبعد كذا تدخل على الفحل. الذكور المناسب والجيد منها هو اللي نحتفظ فيه يكون فحل. إذا ما كنت أرغب في أنه يكون عندي أمهات، يعني أضيف أمهات للأمهات اللي عندي، أو ما أرغب أنه أنا أضيف فحول أو أنه أنا أستفيد من تربية الفحول عندي، كلهم يباعون. هنا عندنا رقم 5 لابد أن يعزل الذكور عن الإناث. هذولا الذكور اللي نتوسم فيهم بأمر الله سبحانه وتعالى أنهم يصبحون فحول. هذا فحل العارضي، هذا فحل رئيسي في المراح عندنا للأغنام العارضية، وهذه فحول من إنتاجنا، يعني توسمنا فيهم إن شاء الله أنهم يكونون فحول. فممكن أنكم تشوفونهم مقارنة بالعارضي، أعمارهم على 7 أشهر، هذا كحيلان وأخوه اللي وراء الأستاذ فحلان. يلا روح هناك خلنا نشوف الإخوان جنبك، شوف إنتاجنا ولا أنت. طبعا هذا اشتريته من الخارج.
تلاحظون يا اخوان المقاس يعني قريبين من بعض، هذا عمره سنتين وهذول عمرهم على 7 أشهر. الثلاث هذول الأبيض هذا تقريبا 9 أشهر، اللي وراه 7 وفحلان 7، كلهم مواليد 25/9 الماضي. أيضا هذا جمعة بن عتريس تعرفونه. أهلا يا بشمهندس، حياك الله. في النهاية عندنا مراح شامل سواء ذكور وإناث، كلهم صغار في السن، أعمارهم 2 و3 أشهر، اللي عليهم ملاحظات، يعني بمجرد أنه الشخص المربي عنده نظرة وعنده عين، من يوم يشوف الذكر أو الأنثى يعلم خلال 1 أو 1.5 شهر تقريبا أنه هذا مشروع فحل، راح يصبح فحل، أو هذه راح تصبح أم في المراح، تمام، للناس اللي يرغبون أنهم يؤصلون أنواع ويمسكونها عندهم. أيضا بالنظر راح تلقى أنه عندك بعض منتجاتك يعني ليست بالمنتجات الجيدة اللي أنت تحرص على بقائها عندك، ولذلك تذهب إلى السوق، أو أنه أحد يعني رغب أنه يأخذها ذبيحة أو أنه يشتريها يربيها عنده أو أي كان، لكن لا تبقى عندك في المراح. المجموعة هذه كلها بقائها عندنا هنا خسارة علينا، ليش؟ لأنه إحنا قاعدين نطعمها، لذلك يفترض أنها تباع مباشرة. ما يصلح منها أن يكون مع الأمهات يودى للأمهات. عندنا هنا تقريبا يمكن 4 اللي جيدات، البقية كلهم لا يصلحون، زي السيد لقمة هذا الصغير الأحمر، هذا عمره الآن 3 أشهر وربما يزن يمكن 6 كيلو ولا 7 كيلو، ما يصلح، تمام. أيضا الأبيض وأسود هذا تهامي، مهما كبر يعني يظل جرمه محدود، لذلك ما يتناسب مع الماعز اللي عندي، وأيضا هو ذكر لذلك ما أستفيد منه، يعني لو رغبت منه يلقح ما راح يكون جيد، الفحول اللي عندي أطيب منه. لو كانت أنثى، في أخته أنثى بيضة أيضا هنا، ما تنفع أنها تكون أم من الأمهات اللي في المراح لأنه حجمها صغير، فأيضا راح يعني تتأذى أثناء عملية الأكل، راح يزعجونها ينطحونها. أيضا لما تجيب لي منتجات ما راح تجيب لي منتجات جيدة، لذلك لابد أنه أنا أتخلص من المجموعة هذه قدر الإمكان. سأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. هذا هو تقسيم المراحل النموذجي، يعني للشخص اللي راغب أنه يدخل كمجال تربية واستثمار على نطاق محدود. إن أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، وننتظر تعليقاتكم، ربما أنه أنا أغفلت أشياء فتضيفون ونستفيد من الجميع. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.